معي عبر الهاتف الأستاذ يوسف سركان رئيس الاتحاد الإماراتي سابقا. أعظم الله أجركم أستاذ يوسف، غفر الله لميتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان. آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله فقيد الوطن والأمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعا في الإمارات وفي الوطن العربي الصبر والسلوان. بداية أخي العزيز، اسمح لي بأن أنتهز هذه الفرصة وتقدم بالعزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، ولأسرة آل نهيان الكرام، ولأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود. جزا الله عنا جميعا الشيخ خليفة رحمه الله خير الجزاء لما قدمه للوطن وللأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يغفر له ويرحمه. أستاذ يوسف، قد يكون المجتمع الرياضي حظي بما حظي به بقية أطياف المجتمعات في دولة الإمارات من دعم وتمكين وتحفيز، والصورة قبل قليل في التقرير وأنت بجانبه في احتفال استقبال الشيخ خليفة رحمة الله عليه لكم أثناء التتويج بكأس الخليج. نعم. سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة رحمة الله عليه وطيب الله ثراه كانت له مواقف كثيرة. أولا خلني أستذكر في الوقت الحاضر مقولة للشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له. سئل مرة عن أو أحد علق على طيبة الشيخ زايد، فكان جوابه: إذا تعتقدون بأني أنا طيب فانتظروا خليفة. ففعلا رحمه الله كان من أطيب الناس طيبة ومن أكثر الناس دعما للرياضة. فمرة لما كنا تأهلنا إلى أولمبياد لندن، وكان المنتخب في أوزبكستان، والشيخ خليفة الله يرحمه كان في إجازة خاصة، قطع إجازته الخاصة ورجع إلى دولة الإمارات خصوصا ليستقبل المنتخب الأولمبي ويهنئهم ويبارك لهم التأهل إلى أولمبياد لندن. هذا موقف من المواقف اللي فعلا كان فيها الدعم المعنوي. وعلى الخصوص أتكلم عن نفسي كرئيس للاتحاد السابق، كان مرة في المرات هجوم قوي من الإعلام على اتحاد الإمارات لكثرة توقف الدوري، وصادف أني كنت في مجلسه الكريم، سألني سؤال أمام كل الحاضرين: شو سبب التوقفات الكثيرة يا يوسف؟ فأجبته بكل بساطة: يا طويل العمر، الفرصة لإعداد المنتخب الأول لمسابقة مقبلة. فكان جواب تلقائي: افعل ما ترى مناسبا لمصلحة الدولة وأنا أدعمك. فهو كان داعم على المستوى العام للرياضة، والخاص لاتحاد الكرة، والخاص لكل من يترأس اتحاد الكرة. وأنا طبعا أستذكر هذا الموقف لأني كنت في هذه الفترة رئيسا للاتحاد. فهو كان داعم بشكل عام للمجتمع، وله أفضال على المجتمع بشكل عام وعلى مجتمعنا الرياضي بشكل خاص. أكرر العزاء لك أستاذ يوسف وللشعب الإماراتي عامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. شكرا جزيلا لك.